نروح بقى للمباراة الداخلية وفوز النادي الأهلي النهاردة على الداخلية بهدفين مقابل لا شيء. أعرف رأيك الأول في هذه المباراة من الناحية الفنية. بص يا كابتن، هو ماتش طبعا بالنسبه للنادي الاهلي ماتش طبيعي ان الاهلي يكسب النهارده. النادي الاهلي الشوط الاولاني ضيع اكتر من فرصه، هو كمان ماتشات الكاس اهم حاجه تكسبها اكتر من الاداء، صحيح. كمان اهم حاجه تكسب الماتش عشان توصل للمرحله اللي بعديها. وطول الاهلي طول عمر النادي الاهلي ما بيخش اي بطوله بيبقى مركز اللي هو ياخد البطوله. نعم. شايف النهارده ماتش اتلعب على قد الماتش بالظبط، واللعيبه بقى لها فتره، كمان اللعيبه الاساسيه بقى لها فتره ما لعبتش مع بعض، اكتر من 10 15 يوم التشكيله دي كلها ما لعبتش مع بعض اول ماتش يلعبوه، صحيح. عشان ماتش المصري برضو ماتش صعب جدا. فهم انا شايف ان الماتش النهارده النادي الاهلي خد اللي هو عايزه من الماتش، خد النتيجه، وحتى النهارده مستر كولر اهتم، يعني شايف اللعيبه اللي بقى لها فتره ما بتلعبش بصفه اساسيه، اللعيبه الاساسيه النهارده لعبوا وحاجه مميزه النهارده. فانا شايف الماتش النادي الاهلي خد اللي هو عايزه، خد اللي هو عايزه خد اللي هو عايزه طبعا. من المباراة. طيب التشكيل والتغييرات يعني هو النهارده حتى اتكلم على التغييرات، قال يا جماعة أنا التغييرات على حسب الماتش. مستر كولر يعني اتكلم وقال لك إن التغييرات على حسب الماتش، مش لازم أغير، ممكن ماتشات ما أغيرش خالص، ممكن أغير في الدقيقة 60، يعني مش لازم الدقيقة 70. بص يا كابتن اسلام، التصريح ده لما مدرب كبير يقوله يبقى الراجل ده بيذاكر، يبقى الراجل ده شغال، الراجل ده عارف العيوب بالفرقه ونظام الفرقه وسيستم الفرقه. فاللي هو مش اللي هو انا عايز اغير وخلاص يا كابتن اسلام، عايز اغير وخلاص عشان الناس تقول غير وخلاص. هو ملوش دعوه، هو مش شايف حد، هو صحيح شايف فرقته، هو صحيح مركز 100 200% في الفرقه بتاعته، عارف عيوبها ايه وميزاتها ايه، امتى اغير امتى ما اغيرش. هو بصراحه هو الراجل ده بيعجبني جدا يا كابتن اسلام، اللي هو بيذاكر وبيشتغل 100%، واهم حاجه عنده الفرقه، واهم حاجه عنده التيم. وحاجه مميزه قوي يا كابتن اسلام الفتره اللي فاتت، النجم اللي عنده الفرقه، يعني المدير الفني الكبير النجم اللي عنده هو الفريق، هو النادي الاهلي، هو الكيان. فهو شغال على دي. فانا بصراحه شابو ليه، وتصريح انا شايف اللي هو مدرب كبير جدا وهيفرق جدا مع النادي الاهلي السنوات الجايه ان شاء الله. مستر كولر واحد من المدربين الجيدين جدا الحقيقه، واللي عامل ماتشات رائعه الحقيقه خلال هذه الفتره لهواة الارقام الحقيقه. 18 مباراه ما بين النادي الاهلي ونادي الداخليه، 15 في الدوري و3 في الكاس. الاهلي حقق 13 انتصار مقابل فوزين للداخليه وتعادل 3 مباريات. سجل هجوم النادي الاهلي 36 هدف، هجوم الداخليه 10 اهداف فقط. اعتقد يعني الارقام هنا بتتكلم عن طبعا يا كابتن، كابتن النادي الاهلي السنه دي عامل موسم استثنائي. وفي حاجه كمان كابتن، يعني كنت شايفها لما كنت صغير مع مستر مانو جوزيه، ازاي يخلي اللعيبه طول الوقت عنده الطموح اللي هو يكسب، طول الوقت اللي هو عنده التارجت اللي هو يكسب بطوله، خدت بطوله اقفل، الثانيه عندنا بطوله ثانيه، الثانيه اقفل عندنا الثالثه الرابعه. مش اي مدرب يعمل ده كابتن اسلام، غير المدربين الكبار، غير المدربين اللي هو طول الوقت بيجيب لك الدوافع، كل تمرين الدافع، كل ماتش الدوافع. فبصراحه انا شايف اللي هو السنه دي عملوا موسم استثنائي. مستر كولر السنه دي كان جاي ومذاكر وعارف قيمه النادي الاهلي وعارف قيمه جمهور النادي الاهلي. بصراحه انا شايفه اللي هو من احسن المدربين جم في تاريخ النادي الاهلي يعني.